منذ قليل التيفو بطريقة لم تكن جيدة ويبدو هدف. أعطينا الهدف مش مشكل، حتى بكاميرا واحدة نشاهد الهدف بصفة مبدئية. هدف لويس ما منذ بداية المباراة، اتحاد العاصمة منذ الدقائق الأولى. مع الأسف الصورة لم تصلنا كما يجب، ولكن هذه صورة أولى، صورة مبدئية من ملعب خمسة جويليا في انتظار أن تأتينا الصورة المقترحة من المصدر. هدف اتحاد العاصمة. الآن لويس ما يسجل بداية قوية جدا، قلنا في الدربيات كل شيء يتغير وهذا ما حدث. الآن اتحاد العاصمة يفتتح النتيجة. دارفلو، أسامة دارفلو، الصورة تصبح جيدة جدا على ما يبدو. مباشرة نور الدين أيد علي للتعليق على مجريات الشوط الأول. نور الدين لك الخط، ولويس ما يفتتح النتيجة. وأي بداية زميلي أيكل، شكرا جزيلا لك ولضيفيك الكريمين الكابتن صالح عصاد والكابتن حسن ياحي. بداية قوية وقوية جدا للويس ما لاتحاد العاصمة، هدف مع بداية المباراة لهداف الفريق النجم الكبير أسامة دارفلو، أسرع هدف في الدوري الجزائري ربما في التاريخ ككل في الثواني الأولى مع صافرة الحكم لطفي بوكواس. أسامة دارفلو يسعد الجماهير العاصمية، جماهير اتحاد العاصمة، مع الدقائق الأولى إلى ما أقول هي الثواني الأولى من عمر هذه المباراة. شكرا لك مجددا زميلي أيكل، ونعتذر عن الخطأ التقني الذي جاء من المصدر. تحية طيبة إليكم مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات الكأس الرياضية في كل البلدان العربية، من المحيط إلى الخليج، بل في كل العالم وفي كل القارات الخمس. أهلا وسهلا بكم في حضرة الجمال والإبداع، أهلا بكم في معقل الفرجة والإمتاع، أهلا بكم في العاصمة الجزائر، العاصمة التي تتزين اليوم بأبهى وأجمل الألوان في كل أحيائها وشوارعها وحواريها وأزقتها، استئدانا واستعدادا لاستقبال ديربي العاصمة بين المولودية والاتحاد. اليوم لا حديث يعلو عن مباراة ليست ككل المباريات، وفي أمسية مستحيل أن تكون كباقي الأمسيات، أمسية يتوقف فيها الزمن وتشل فيها حركة المرور وتتجمع فيها الأسر والعائلات، سواء في المقاهي أو في البيوت، بيوت تجد فيها من يعشق المولودية حتى النخاع ومن يهيم حبا في الاتحاد، ليس فقط الآن وإنما منذ زمن الأجداد. والآن نحن في حضرة الأحفاد وعلى موعد مع الديربي الجزائري، أحد أفضل ديربيات العالم في السنوات الأخيرة، لما يشهده من إثارة وتشويق كرويا نعم، على البساط نعم، وجماهيريا أيضا على المدرجات. هنا تسويبة قوية جدا، محمد أمين زيماموتش يتصدى لتسويبة قوية جدا. أي بداية لديربي الجزائري، هذا الديربي الذي صنفته إحدى المجلات والصحف الفرنسية بأنه الأول عربيا وإفريقيا ومن بين أفضل 10 ديربيات في العالم. الحديث عن السنوات الأخيرة، وهذه إعادة التصويبة القوية والبرادة الأكثر من رائع من محمد أمين زيماموتش. هدف مع بداية المباراة عن طريق اللاعب أسامة دارفلو، أكيد سيشعل هذه المباراة بكل تأكيد. شوف التصويبة الماضية ومحاولة معادلة الكفة في اللقطة الماضية، تصويبة قوية جدا من اللاعب الملغاشي إبراهيم أمادا، الذي حاول طبعا أن يجرب مدى جاهزية الحارس محمد أمين زيماموتش. قلت هو ديربي صنف قبل أشهر بأنه الأول عربيا والأول إفريقيا ومن بين أفضل 10 ديربيات في العالم، الديربي الذي يحضره بشكل سنوي شخصيات وازنة كرويا نعم وسياسيا هنا من الجزائر ومن خارج البلد، تغطيات ضخمة للديربي الذي يشهد دائما حضور إعلامي وازن من خارج الجزائر، من ألمانيا ومن فرنسا، على غرار حضور إريك كونتونا النجم الفرنسي والعالمي الذي كان حاضرا في إحدى الديربيات وقام بتغطية خاصة للديربي العاصمي العالمي. على السريع وبدون مقدمات أدرج على تشكيلة الفريقين. اتحاد العاصمة اليوم يدخل بالعناصر التالية: في حراسة المرمى محمد أمين زيماموتش، في الدفاع نجد أيوب عبد اللاوي، ربيع مفتاح، مختار بن موسى، فاروق الشافعي، بقية اللاعبين محمد بن خماسة،
رضا بن الحسن، حمزه كودري، رضا لاجوج اللاعب المغربي، رفيق بودربال، اسامه الدرفلو. طبعا اتحاد العاصمه كما يعلم الجميع يقوده المدرب الجزائري ميلود حمدي. في المقابل مولوديه بالاسماء التاليه في حراسه المرمى، فوزي الشوشي الحارس الاسطوري، بقيه اللاعبين عبد الرحمن حشود، ايوب عزي، زيدان مباركو، امير قراوي، اليو ديانك اللاعب المالي، محمد السويبي، ابراهيم ماتا، وليد درارجا، هشام النقاش، وسفيان بن دبكه. هذا هو فوزي الشوشي الحارس المعروف والوجه المالوف هنا في الجزائر وفي افريقيا بل في العالم، على اعتبار بانه كان حاضر مع الخضر في مونديال ساوث افريكا 10 و2000. الحارس الذي صنع ملحمه كرويه هنالك في ام درمان في السودان في مباراه مفصليه جمعت بين الفراعنه ومحاربو الصحراء، وكان لفوزي الشوشي دور كبير جدا في تجاوز عقبه الفراعنه والتواجد في المونديال العالمي هنالك في جنوب افريقيا 2010. تلعب الكره من الجهه اليمنى دائما لصالح اتحاد العاصمه الذي يبدا بقوه. هذا هو اللاعب رضا الهجوج، اكيد هدف اول سيشعل هذه المباراه لا محاله، هدف مباغت من اسامه الدرفلو. الصوره لم تكن واضحه، لم تكن حاضره مع بدايه المباراه، ولكن هدف جميل جدا. طبعا سيربك نوعا ما حسابات المدرب الفرنسي برنارد كاسوني، وسيدخل ابناء المدرب ميلود حمدي في اجواء هذه المباراه. هدفين للصفر في مباراه الذهاب، هل ستنتهي مباراة الإياب لصالح اتحاد العاصمي؟ هذا ما سنعرفه في باقي دقائق هذه المباراة. كرة دائمة لمولودية عن طريق اللاعب إبراهيم ماتا، الملغاشي يختار التمرير، تعود الكرة دائما للدفاع عن طريق أبناء القصبة في اتجاه اللاعب اليو تيانك. اليو تيانك اللاعب المالي يحضر الكرة في وسط الميدان دائما لصالح المولودية. هنا كرة بينية ولكن محمد أمين زيما موتش في المكان المناسب. هناك قصة يعني أسطورية بين محمد أمين زيما موتش وفوزي الشوشي في التصفيات التي أهلت المنتخب الجزائري لمونديال جنوب إفريقيا. رمية التماس على مستوى الجهة اليمنى لصالح الاتحاد العاصمة، أجواء أكثر من رائعة، 50,000 متفرج بالتمام والكمال حاضر هذه المباراة. هنا كرة ولكن الحكم المساعد الأول نسيم دولاش أمامنا على الصورة يقول تسلل على الدول المغربي. رضا الهجوج اللاعب القادم من الوداد الرياضي المغربي، تم إعارته للنادي عجمان الإماراتي لموسم وعاد للوداد، والآن يتواجد رفقة نادي الاتحاد العاصمة. 23 سنة لرضا الهجوج الذي يخوض اليوم مباراته الرابعة رفقة نادي اتحاد العاصمة، تمكن من خلالها من تسجيل هدف هو الأروع رفقة الفريق العاصمي. حكم المباراة يتدخل لطفي بوكواسا ويقول مخالفة لصالح المولودية عن طريق إبراهيم ماذا، تنفذ بسرعة. يبحثون طبعا عن هشام النقاش المهاجم الصريح لنادي مولودية الجزائر، ولكن محمد أمين سيماموتش أمامنا على الصورة دائما حاضر في المكان المناسب. كرة في وسط الميدان للمولودية تعود للدفاع على الإبعاد بالرأس، والكرة دائما لصالح أبناء السوسترة، تضيع وتعود الكرة بالسرعة لأبناء مولودية الجزائر. رمية التماس لكن حكم المباراة تدخل في اللقطة الماضية أمامنا، لطفي بوكواسا يتدخل في الوقت المناسب وينذر شفهيا، يعني عنصرين من جانب المولودية ومن جانب اتحاد العاصمة. أمامنا على الصورة الحكم لطفي بوكواسا، وهذه الإعادة الماضية. طبعا النرفزة والأجواء المشحونة طبيعي جدا أن تحضر في هذا الديربي، ديربي الغضب وديربي الإمتاع والفنون أيضا. كرة من الجهة اليمنى لصالح عناصر نادي المولودية، حكم المباراة يتدخل ويقول مخالفة. أمامنا على الصورة اللاعب مختار بن موسى، كرة دائما من الجهة اليسرى لصالح أبناء القصبة على التنفيذ، لكن الكرة تعود من رضا، تلعب الكرة في اتجاه اللاعب أسامة درفلو. أسامة درفلو أمامنا على الصورة،
24 سنة، وهذا هو اللاعب المالي الوافد الجديد على كتيبة النادي المولودية، اللاعب المالي الذي يبلغ من العمر 20 سنة فقط. مخالفة تنفذ من ربيع مفتاح، تعود الكرة لفاروق الشافعي، فاروق الشافعي أيوب عبد اللاوي يبحث عن وسط الميدان الأقرب إليها على اللاعب حمزة كودري، تعود مرة أخرى لدفاع نادي اتحاد العاصمة. فاروق الشافعي في وسط الميدان لرضا، رضا لحمزة، حمزة يعود للمناطق الدفاعية، والبحث طبعا عن استفزاز عناصر نادي المولودية وإخراج من أجواء المباراة مع بدايتها. نلعب في حدود الدقيقة 11، وحقيقة الهدف الأول كان هدف سريع جدا ومفاجئ. حكم المباراة يندر بالبطاقة على الصفراء هشام النقاش الذي يحتج على لطفي، ويطالب الحكم بإنذار اللاعب الخصم في اللقطة الماضية. هشام النقاش مع مختار بن موسى ولطفي بوكواسا قريب في اللقطة الماضية، يتدخل بكل صرامة. 30 سنة لهذا الحكم، الحكم الذي قاد مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين للصفر. اليوم يقود مباراته 13 في الدوري، منها 4 ديربيات عاصمية، واليوم يقود الديربي 5 له هذا الموسم. كان قاد مباراة شباب بلوزداد والمولودية، قاد أيضا مباراة نصر حسين داي وشباب بلوزداد، إلى جانب مباراة اتحاد العاصمة وبرادو، كلها ديربيات عاصمية. قاد هذا الحكم لطفي بوكواسا، ثقة كبيرة جدا لهذا الرجل، وهذا هو فوز الشوشي حارس عرين نادي المولودية الجزائر. مخالفة على مستوى الجهة اليسرى لصالح أولاد الباجة، سيكون في تنفيذها مختار بن موسى صاحب الاختصاص. هل يأتي الهدف الثاني في هذه اللحظات؟ تلعب كرة عرضية والكرة محادية لمرمى الحارس فوزي الشوشي. اتحاد العاصمة الذي يحتل المركز الخامس ب 31 نقطة من 20 مباراة لعبة حتى اللحظة، حقق من خلالها 8 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم، ليتساوى بذلك مع غريمه اليوم في عدد الهزائم. هنا كرة خطيرة على التمويه في اللقطة الماضية. فريق المولودية يبحث في هذه اللحظات عن تعديل الكفة من كل الجهات وبكل الطرق وبكل المناجيات، لكن مهدي الريموش الحكم المساعد الثاني يتدخل في اللقطة الماضية. هشام النقاش والتمويل أكثر من رائع من محمد السويبع الذي أكيد يريد أن يكون أسد في هذه المباراة. حكم المباراة يقول مخالفة من الجهة اليسرى، سيكون في تنفيذها مختار بن موسى. تعود الكرة دائما على مستوى وسط الميدان، الانطلاقة دائما لولاد الباشا، التدخل من اللاعب إبراهيم معطى. حكم المباراة يقول مخالفة في اللقطة الماضية، نرفز من جانب الدكة الخاصة بالفريق مولودية الجزائر. ومن المدرب برنارد كاسوني، شوف اللقطة الماضية والتدخل من إبراهيم ماتا، خلف واضح للعيان في اللقطة الماضية، لم يتردد من خلالها حكم المباراة. تمامنا على الصورة، لطفي بوكواسا ليعلن عن مخالفة لصالح الاتحاد العاصمة. اليويس ما تمكن من الوصول إلى شباك خصومه منذ بداية الدوري في 27 مناسبة، واليوم يصل في المناسبة رقم 28. في المقابل تلقت شباكه 18 هدفا، 4 انتصارات حققها النادي داخل الميدان. في المقابل انهزم في مباراتين وتعادل في 4، على عكس نادي المولودية بمشوار وباركور مميز في هذا الموسم. 20 مباراة حقق من خلالها النادي 33 نقطة من 9 انتصارات و6 تعادلات و5 هزائم، منها 6 انتصارات في عقر الدار وأمام الأنصار. في المقابل نصف هزائم النادي كانت داخل الميدان. علي مسيا سجل 21 هدفا من 20 جولة بمعدل هدف فاصلة 0.5 في المباراة الواحدة. هنا كرة خطيرة
وفوزي الشاوشي يتدخل في اللقطة الماضية. أسامة درفلو جرينتا وقوة مع بداية المباراة. شوف الكرة الرأسية، شوف الاحتواء والسيطرة على على الخصم ثم التصويب، ولكن فوزي الشاوشي كان في المكان المناسب. أسامة درفلو من العناصر التي تجيد ربح النزالات والرهانات الثنائية، ليحصل من خلالها نادي اتحاد العاصمة اليوسمى على ركنية تنفذ من مختار بن موسى والرأسية، لكن كانت محادية، محادية في اللقطة الماضية، الرأسية الحاضرة من المدافع، المدافع مدافع نادي الاتحاد العاصمة، ولكن الكرة كانت محادية لمرمى الحارس فوزي الشوشي. تعود الكرة دائما على مستوى وسط الميدان لنادي مولودية الجزائر، تلعب الكرة، إمكانية التحضير من هذا المكان، الانطلاقة، وحكم المباراة يتدخل ويقول مخالفة بطاقة صفراء في اللقطة الماضية في حق اللاعب أيوب عبد اللاوي. حكم المباراة كان قريب من الكرة الماضية وأعلن عن مخالفة من الجهة اليمنى. شوف الكرة وشوف التدخل في اللقطة الماضية من أمام اللاعب محمد السويبع، اللاعب الذي يدخل اليوم للمرة السادسة رفقة مولودية الجزائر منذ بداية الدوري، سجل هدفين ويبحث عن الهدف الثالث لفريق المولودية. على أي مخالفة من الجهة اليمنى للأبناء القصبة، هل يأتي من خلالها الهدف الأول؟ وهل يتمكن النادي الام سي ا من معادلة الكفة؟ محمد أمين سيماموتش يأمر حائط الصد باتخاذ المكان المناسب، سيكون في تنفيذ هذه المخالفة صاحب الاختصاص من الجهة المقابلة عبد الرحمن حشود. أمامنا على الصورة في حديث مع الحكم لطفي بوكواسا، وهذا هو محمد أمين سيماموتش حامي عرين نادي اتحاد العاصمة. هل يأتي هدف التعادل في حدود الدقيقة 17؟ بإمكان الفريق الأخضر نادي لامسيا معادلة الكفة في هذه اللحظات. مخالفة سيكون في تنفيذها عبد الرحمن حشود، مع تتوقف الأنفاس في هذه اللحظات في انتظار أن تمر هذه الكرة، وفي انتظار أن ستأتي بالجديد. عبد الرحمن حشود يحضر كرة، فرصة والتصويب، ولكن الكرة، الكرة تعلو الأخشاب. اللقطة الماضية الفكرة كانت رائعة، الفكرة كانت متميزة، ولكن التنفيذ لم يكن بالشكل الجيد في اللقطة الماضية لتعلو بذلك الكرة، لتعلو بذلك الكرة الأخشاب من وليد طرارجة الذي حاول وضع الكرة في شباك محمد أمين سيماموتش. أمامنا على الصورة 32 سنة، هذا هو اللاعب أسامة درفلو. تلعب الكرة من سيماموتش، تصل على مستوى وسط الميدان بعيد عن رضا الجوج، رمية تماس للفريق الأخضر، نادي المولودية تضيع بسرعة، تعود للفريق العاصمي الآخر اتحاد العاصمة، إمكانية المراوغة، التوغل، فرصة، جول 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 جول، الهدف الثاني لاتحاد العاصمة في هذه اللحظات. بداية أكثر من قوية لأولاد الباشا أبناء سوسطارة، والفرحة حاضرة هنا على محيى الجماهير الحمراء. نعم، يصنعون البهجة، يصدرون بالمجان لكل عشاق اتحاد العاصمة. أي بداية لأبناء المدرب ميلود حمدي، هدف ثاني بطريقة سريعة لم يكن يتوقعه الأنصار ولا حتى الخصوم في هذه المباراة. شوف الكرة الماضية، شوف التوغل والمراوغة، الدفاع فيما بالريح، ومعهم فوزي الشوشي، هدف على يمين الحارس الدولي الجزائري. شوف الكرة الماضية، التصويبة بطريقة أكثر من رائعة، مختار بن موسى، لا ليس مختار بن موسى، هو رفيق بودربال. أي دريبل من رفيق بودربال، وأي هدف ثاني بطريقة رائعة، بطريقة جميلة جدا،
تأتي الفرحة والبهجة الثانية في هذه المباراة بعد هدف اللاعب أسامة درفلو، وهي اللدغة الثانية للحارس فوزي الشاوشي. المولودية يغرد خارج السرب مع بداية المباراة، والكباتن في الاستوديو التحليلي تحدثوا عن هذا الأمر، تحدثوا وقالوا بأنه مباريات الديربي تحسم بجزئيات بسيطة، وقالوا أيضا وأكدوا على أن الجدول الترتيب لا يعني شيء في المباريات الحاسمة وفي مباريات الديربي وفي المباريات الكبيرة. كان أمامنا على الصورة برنارد كازوني، لم يكن ينتظر هذا السيناريو بمثابة شبح اللاعب رفيق بودربان للمدرب الفرنسي، وهو بمثابة كابوس لنادي مولودية الجزائر مع بداية المباراة. تايو غرينتا من الفريق العاصم اتحاد العاصمة، تصل الكرة على مستوى الجهة اليمنى لنادي المولودية على أمسية من أجل مشروع تقليص الفارق، وحكم المباراة يتدخل وبالطاقة الصفراء في وجه اللاعب مختار بن موسى. لطفي بوكواسا حتى اللحظة صارم في كل قراراته، حتى اللحظة قريب من كل الكرات، يقول مخالفة على مستوى الجهة اليمنى. شوف اللقطة المعطية، تدخل قوي، تدخل قوي من مختار بن موسى. لو كان هنالك حكم آخر لأشهر البطاقة الحمراء مباشرة، لأنه التدخل كان قوي مباشرة في حق مهاجم نادي المولودية. مخالفة سيكون في تنفيذها عبد الرحمن حشود من الجهة اليمنى، يأتي من خلالها الهدف الأول للإمسياء. تلعب الكرة العرضية الطويلة، ولكن محمد أمين سيماموتش يتدخل. ما زالت الخطورة على الطائر، على الطائر في اللقطة الماضية، التصويبة بطريقة جميلة جدا من أمير قراوي. أمامنا على الصورة وتنفيذات العرضيات الأكثر من رائعة من عبد الرحمن حشود. حاول أن يضع أمير بطريقة اللاعبين الكبار، لكن الكرة على الأخشاب في اللقطة الماضية. بداية قوية جدا أمانة من جانب الاتحاد العاصمة على يوزما، يعني من بين أفضل البدايات في الدوري ومن بين أفضل الانطلاقات على مستوى المواجهات المباشرة مع نادي المولودية. حكم المباراة يتدخل ويقول مخالفة في اللقطة الماضية للصالح اتحاد العاصمة. أسامة درفلو لا يشبع، أسامة درفلو لا يقنع، يريد أن يصل إلى الهدف الثالث عشر له في الدوري رفقة نادي اتحاد العاصمة. وفوزي الشاوشي يعيش الويلات، والإبعاد من أمير قراوي. أمامنا على الصورة يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان، وبالتالي هي ركنية من الجهة اليمنى. شوف الكرة مختار بن موسى، كرة مقوسة في العمق بإمكانها أن تشكل الخطورة على دفاعات نادي المولودية، ولكن أمير قراوي كان في المكان المناسب. ركنية تنفذ دائما لاتحاد العاصمة، تعود من أجمع مرتدة سريعة لفريق الإمسية المولودية على انطلاقة. ما زالت الكرة في اتجاه هشام نقاش، هشام يراوغ هشام بطريقة جميلة جدا، وحكم المباراة يتدخل في اللقطة الماضية. ما بال الصورة تتزحزح في هذه اللقطات من مخرج المباراة المتواجد هنالك في ملعب خمسة الجويلية. أمامنا هشام النقاش مهاجم نادي المولودية، اللاعب القادم من نادي بارادو، واللاعب الذي شاور مولودية وهران وشباب بلوزداد رفقة المولودية منذ الموسم الماضي. يخوض اليوم مباراته 21، سجل من خلال كل مبارياته 3 أهداف، يبحث عن الهدف الرابع رفقة الإمسياء. أكيد أجواء ساخنة في المدرجات، وكذلك هي على مستوى الدكة، الدكة الخاصة بالفريق المولودية والخاصة أيضا بنادي اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة الذي يستقبل مباراة اليوم، ولو أنه عادة في مباريات الديربيات التي تجرى على نفس الملعب لا يكون هنالك فرق على مستوى الأندية. النادي المستقبل والنادي الذي يلعب يعني يلعب خارج الديار. تلعب الكرة من الجهة اليمنى لصالح المولودية، حكم المباراة يتدخل ويقول هي الرمية التماس
إصابة اللاعب أمامنا على الصورة رفيق بودربال صاحب الهدف الثاني. سلامات سلامات من رفيق بودربال. تلعب الكرة رمية التماس دائما من المولودية، الصراع كبير جدا على مستوى وسط الميدان. تصل الكرة في وسط الميدان، زيدان زيدان مبارك يحضر الكرة لمن؟ عبد الرحمن حشود، يعيدها لأليو تيانك المالي، يرسل الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه لاعب زيدان مباركو. زيدان يبحث عن عبد الرحمن حشود من الجهة اليمنى. عبد الرحمن يحضر كرة بينية، فرصة خطيرة. محمد أمين سيماموتش يتصدى لكرة أكثر من رائعة في اللقطة الماضية بطريقة جميلة جدا على مرتين. كرة من الجهة اليمنى دائما للمولودية، والإبعاد الإبعاد من الدفاع عن طريق اللاعب ربيع مفتاح. تلعب الركنية بسرعة، يسارعون الوقت في هذه اللحظات، وحكم المباراة يوقف اللقاء. إصابة الحارس محمد أمين سيماموتش. رفيق بودربال يبدو بأنه لن يكمل مجريات هذه المباراة، إصابة على مستوى القدم اليمنى. سلامات لرفيق وسلامات لكل العناصر في انتظار من سيكون البديل لمسجل الهدف الثاني. محمد أمين سيماموتش يتألم في اللقطة الماضية، أمانة كانت فرصة مناسبة. شوف الكرة والتصويب الماضية من وليد دراجة، تدخل سيماموتش لكن المهاجم رفيق أو المهاجم رضا بالأحسن كان بإمكانه أن يحضر الكرة للاعب هشام النقاش. سفيان بن دبكة هو من كان وراء الكرة الماضية، ولكن تدخل أكثر من رائع من محمد أمين سيماموتش، وبالتالي تضيع أخطر فرصة للصالح المولودية في الجولة الأولى. هدف حقق في هذه اللحظات، سيعود وسيعيد أبناء المولودية في أجواء هذه المباراة. من الصعب جدا أن تتلقى هدفين مع بداية المباراة، وهدف في الثواني الأولى مباشرة بعد صافرة الحكم لطفي بوكواسا. ركنية على مستوى الجهة اليسرى للمولودية، تلعب العرضية والحارس سيماموتش في المكان المناسب. إصابة اللاعب محمد السويب أمامنا على الصورة في اللقطة الماضية. سلامات، شوف العرضية الماضية، محمد السويب ربما أصيب باحتكاك مع المدافع ربيع مفتاح. شوف الأجواء المشحونة داخل المستطيل الأخضر والصراع الكبير والكبير جدا. أبناء لمسيا يريدون العودة في هذه المباراة وإسعاد الجماهير اتحاد العاصمة. إصابة على مستوى الركبة للاعب محمد السويبع. سلامات بعد خروج رفيق بودربال، من المحتمل أن يغادر عنصر آخر لأن الأجواء الآن مشحونة بشكل كبير جدا، والالتحامات والنزالات الهوائية هي بشكل كبير جدا، أحيانا يكون بشكل مبالغ فيه. هذا هو أمير السعيود بديل رفيق بودردال. يدخل بودربال يدخل قبل لحظات، وتغيير طبعا اضطراري للمدرب ميلود حمدي. شوف الصراع الكبير جدا في اللقطة على ماضية، وتغادر الكرة إلى خارج رقعة الميدان. رمية التماس وبكل روح رياضية يتم الإخراج الكرة إلى خارج رقعة الميدان لتعود لأنصار الاتحاد العاصمة من جديد، في انتظار طبعا إشارة لطفي بوكواسا. رمية تماس، تلعب الكرة من اللاعب ربيع مفتاح، تصل على مستوى وسط الميدان. صراع كبير جدا، الدفاع يتدخل، حكم المباراة يقول وجود مخالفة، والكرة السالة بين أحضان الحارس فوزي الشوشي. الدوري الجزائري الذي يشهد صراعا كرويا منذ أزيد من 55 سنة، منذ التأسيس الفعلي سنة 62 900 و1000، أي ما يزيد عن نصف قرن ونصف عقد من التواجد للدوري الجزائري. يبقى زعيم الأندية الجزائرية الشبيبة القبائل، أكثر الأندية صعودا إلى البوديوم في 14 مناسبة في المقابل، يعتبر وفاق سطيف بيان كونير الدوري الجزائري.
ثاني أكثر الأندية المتوجين باللقب بثمان ألقاب، وهو من حمل لقب النسخة الماضية. يليها مباشرة طرفي هذه المباراة المولودية والاتحاد بسبع ألقاب لكل نادي، ثم نادي الشباب بالوزداد بست ألقاب، ومولودية وهران بأربع ألقاب. اتحاد العاصمة أول من توج باللقب موسم 62-63 ليعود بعد ذلك ويحقق اللقب في ست نسخ: 96 2001 2003 2005 2014 2016. في المقابل أولى تتويجات المولودية كانت موسم 72-73، وآخر الألقاب كانت قبل سبع مواسم من الآن، وبالضبط موسم 2010-2011. ليستمر بذلك الصراع في هذا الموسم، ويستمر صراع البحث عن الهدف الأول من الامسيا. هنا كرة خطيرة، التصويب والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل. تصويب الماضية كانت من سفيان بن دبكة لتغير الكرة مسارها إلى الركنية، ركنية على مستوى الجهة اليمنى لصالح المولودية، تلعب الكرة عرضية والدفاع يتدخل مرة أخرى. صمود كبير جدا من اتحاد العاصمة الذي يرغب في المحافظة على التقدم بهدفين. أجمل السيناريو يحقق لليوسما في كل مباريات الديربي منذ انطلاقتها، وعلى مدار 86 ديربي أجمل سيناريو والسيناريو مباراة هذه الأمسية. شوف اللقطة الماضية والمطالبة بركلة جزاء ولمسة يد على مدافع اتحاد العاصمة، لم تكن هنالك لمسة يد على اعتبار بأن الكرة اصطدت بصدر المدافع. هل سيكون تغيير في هذه اللحظات؟ ربما تغيير القميص فقط، تغيير القميص فقط في اللقطة الماضية. زيدان مباركو حتى الأقمصة مزقت في انتظار أن تمزق شباك محمد أمين زيماموج. صورة أكثر من رائعة لملعب خمسة جويليا، هذا هو ملعب خمسة جويليا، هذا هو التحفة المعمارية الجزائرية. تاريخ وعراق وفضاء لطالما كان مصدرا ومشلا مناسبا لصناعة السعادة وتصديرها إلى قلوب الجزائريين. حكم المباراة يتدخل ويقول مخالفة في اللقطة الماضية لصالح عناصر المولودية. شوف التدخل بهذه الطريقة المبالغ فيها نوعا ما. حكم المباراة لم يتردد وقال مخالفة، مخالفة في حق اللاعب محمد السويبة على مستوى الجهة اليمنى. سيكون في تنفيذها اللاعب عبد الرحمن حشود، عبد الرحمن حشود صاحب الاختصاص رضا لاجوج هو من تسبب في المخالفة، فليتسبب عبد الرحمن حشود في الهدف الأول للمولودية في هذه المباراة. مخالفة في انتظار التنفيذ وفي انتظار أن ستأتي بالجديد. عبد الرحمن حشود تصويبة قوية بطريقة مباشرة، مباغتة للحارس محمد أمين زيماموتش، ومباغتة أيضا لكل مدافعي اتحاد العاصمة. تغادر الكرة إلى الركنية على مستوى الجهة اليسرى. زيدان مباركو وليد راجا في التنفيذ، ضربة مقص، وحكم المباراة يتدخل في اللقطة الماضية ويقول مخالفة لصالح الاتحاد العاصمة. 34 دقيقة، شوف الكرة الماضية، كان بإمكاننا أن نتابع هدف أكثر من رائع من أمير قراوي، ولكن الكرة اصطدت بالزميلو المهاجم الآخر ليتسبب بذلك في مخالفة لصالح اتحاد العاصمة. تلعب الكرة طويلة جدا تصل سهلة لفوز الشوشي، دائما في الدفاع أمير قراوي، أمير قراوي الوانتو مع اليو ديانج. تعود للدفاع زيدان مباركو، زيدان مباركو يحضر الكرة لعبد الرحمن حشود، عبد الرحمن حشود أو أيوب عزي، أيوب عزي يختار التمرير، تضيع الكرة وتصل لمختار بن موسى، مختار بن موسى تضيع منه الكرة وتغادر خارج رقعة الميدان. رمية التماس على مستوى الجهة اليمنى لصالح أبناء القصبة، تنفذ بسرعة، تصل لمن؟ أيوب عزي في اتجاه من؟ زيدان مباركو، زيدان مباركو، إبراهيم أماتا
إبراهيم أمادا يختار التحضير، تضيع الكرة بالسرعة تعود لليويسما، يستعيد عناصر نادي المولودية بالسرعة على مستوى وسط الميدان دائما لأبناء القصبة. وان تو جميل جدا لأليو ديانج، أليو يبحث عن عبد الرحمن حشود، عبد الرحمن يعيدها للمالي، والماني ربما في اتجاه الجزائري زيدان مباركو، تضيع الكرة الانطلاقة، السرعة حاضرة من درفلو، درفلو يتوغل والدفاع يتدخل بطريقة جميلة جدا على طريقة المدافعين الطليان، يتدخل مدافع المولودية ويستأصل الكرة، كرة دائما على مستوى وسط الميدان للمولودية، التحضير كرة بينية جميلة جدا ولكن المتابعة غابت من اللاعب هشام النقاش أمامنا على الصورة، وحكم المباراة يشير إلى دخول الطاقم الطبي. شوف اللقطة الماضية والانفراد من أسامة الدرفلو، بطء كبير في اللقطة الماضية وتدخل أكثر من رائع من مدافعي المولودية، وهذه عادة الكرة الماضية التي مرت من أمام هشام النقاش. أسامة الدرفلو هو اللاعب الذي أصيب في اللقطة الماضية، سلامات سلامات لأسامة الدرفلو. وأكيد وحوار بين أمير قراوي وبرنارد كاسوني أمامنا على الصورة، المدرب الفرنسي واللاعب الدولي السابق برنارد الذي سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا كلاعب رفقة نادي أولمبيك مارسيليا. ولكم في هذه الصورة ما لكم، هذا الملعب ملعب 5 جويلية، جزء لا يتجزأ من تاريخ الكرة الجزائرية، كيف لا وهو من سمي على يوم استقلال الجزائر، جزائر المليون والنصف الشهيد بتاريخ 5 جويلية من عام 1962. ملعب ليس ككل الملاعب، لوحة ليست ككل اللوحات، وما أجملها من لوحة تتزين اليوم بأجمل وأبهى الألوان، لون أحمر ولون أخضر إلى جانبهما لون أبيض، لون المحبة والسلام، هي أفضل وأجمل ألوان، كيف لا وهي تسري في عروق كل جزائري من تمنراس جنوبا مرورا بعنابة شرقا وصولا إلى مدينة وهران، مدينة الجمال والإحسان. هو أكبر ملعب في الجزائر ومن بين الأكبر على مستوى أم القارات، ألقاب رفعت هنا، إنجازات حققت هنا، نجوم دعبت كرة القدم هنا، وأندية عالمية كانت حاضرة هنا على غرار الملك ريال مدريد والسيد العجوز يوفنتوس والشيخ الأندية الإنجليزية مانشستر يونايتد. هنا توجت الجزائر باللقب القاري الوحيد بقدم الشريف وجاني على نسور نيجيريا في النهائي، يتذكر الجزائريون وكأنه حدث في الأمس القريب. هنا توجت المولودية بأولى الكؤوس القارية سنة 76 900 و1000، وهنا توج زعيم الجزائر قاريا نادي شبيبة القبائل، وهنا يلعب الديربي الجزائري ديربي الفنون والجنون، وهنا أيضا ستنفذ هذه الركنية للمولودية من الجهة اليمنى، تلعب الكرة عرضية والرأسية من دفاع اتحاد العاصمة، ما زالت الكرة قائمة لكن تغادر في اللقطة الماضية إلى خارج رقعة الميدان. يقول لطفي بوكواس رمية التماس لصالح النادي الاتحاد العاصمة على مستوى الجهة اليمنى، المطالبة برمية التماس للمولودية، ولكن حكم المباراة يقول هي للفريق الأحمر، هي لولاد الباشا. تنفذ الكرة تصل على مستوى وسط الميدان، صراع كبير جدا للاتحاد، حكم المباراة يتدخل أمامنا على الصورة لطفي بوكواس ويقول مخالفة لصالح مولودية الجزائر، تنفذ على مستوى وسط الميدان، أيوب عز يحضر كرة بينية على انطلاقة من اللاعب سفيان بن دركة، وحكم المباراة يقول مخالفة في اللقطة الماضية على مستوى وسط الميدان لصالح المولودية. شوف التدخل الماضي من سفيان بن دبكة، التدخل الماضي الذي أسفر عن مخالفة لصالح المولودية على مستوى وسط الميدان، يأتي من خلال الهدف الذي غاب على مدار 40 دقيقة من عمر الجولة الأولى.
عبد الرحمن حشود هو من سيكون في تنفيذ هذه الكرة. هل ستأتي بالجديد؟ هل يأتي الهدف الأول لأبناء القصبة ويسعد الشناوة الحاضرون بقوة في مدرجات ملعب خمسة الجويلية؟ الجماهير التي تعتبر من بين أفضل الجماهير ليس فقط في الجزائر وإنما في كل إفريقيا وفي كل المناطق العربية. هنا المخالفة، عبد الرحمن حشود يقف على الكرة. هل ستأتي بالجديد؟ هل نتابع الهدف الأول؟ عبد الرحمن حشود والكرة خطيرة، الكرة خطيرة في اللقطة الماضية. محمد أمين سيماموتش يتصدى للكرة الماضية. شوف التنفيذ من عبد الرحمن حشود، أبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. ركنية من الجهة اليمنى، دائما هو ومن غيره عبد الرحمن، تلعب الكرة من الجهة اليمنى الرأسية، ومحمد أمين سيماموتش يتدخل في اللقطة الماضية. خبرة كبيرة جدا لسيماموتش، اللاعب الذي كانت بدايته مع نادي اتحاد العاصمة انتقل للمولودية على مدار ثلاث مواسم وعاد من جديد للاتحاد. هنا الركنية، حكم المباراة يوقف اللقاء في اللقطة الماضية. نرفز على مستوى الصندوق، على مستوى مستطيل العمليات من جانب مهاجمي نادي المولودية ومدافعي الإيتي. هنا الركنية، تلعب الكرة عرضية، الدفاع يتدخل، ربيع مفتاح تصل الكرة على مستوى وسط الميدان. أليو ديانج يحضر كرة عرضية جميلة جدا، الدفاع يتدخل، ما زالت الكرة قائمة، تصل لمن؟ إبراهيم أمادا، إبراهيم يصوب والدفاع يتدخل في اللقطة الماضية. محمد بن خماسة أمامنا على الصورة، أو هذا اللاعب أمير السعيود حكم المباراة يقول لمسة يد وبالتالي مخالفة. شوف التصويبة اصطدت بيد اللاعب محمد بن خماسة، ومخالفة مرة أخرى لصالح نادي مولودية الجزائر. عبد الرحمن حشود هو من سيكون في تنفيذ هذه الكرة، صاحب الاختصاص وصاحب التصويبات القوية، اللاعب والعنصر المهم في تشكيلة المدرب برنارد كاسوني. عبد الرحمن حشود يصوب كرة وحائط الصد يتدخل مرة أخرى، الكرة تقترب رويدا رويدا من شباك محمد أمين سيماموتش وربما تصل إلى ضربة جزاء. علي ننتظر، ننتظر لمسة يد على مرتين، تصويبة عبد الرحمن حشود صاحب التصويبات القوية ولمسة يد واضحة من أسامة ديرفلو مسجل الهدف الأول، أحد أسرع الأهداف في تاريخ الديربيات إن لم أقل أسرع على مدار التاريخ. مخالفة الآن لصالح المولودية من خارج رقعة الميدان. سيماموتش يتحسس الخطر، يحس بالخطر في الكرة القادمة من اللاعب عبد الرحمن حشود، يقف عليها أيضا اللاعب الملغاشي إبراهيم أمادا، اللاعب الذي سبق له أن سجل هدف مع المولودية، يبحث عن الهدف الثاني. في المقابل عبد الرحمن يبحث عن هدفه السادس رفقة نادي المولودية. مخالفة تأتي بالجديد، عبد الرحمن حشود، عبد الرحمن وسيماموتش في المكان المناسب. سيماموتش بذكريات المنتخب الجزائري، بذكريات الخضر، هذا الحارس الذي قال بأنه ظلم لعدم تواجده في المونديال، الآن يقدم أجمل المباريات مع اتحاد العاصمة. تصل الكرة على مستوى وسط الميدان، دائما للمولودية الانطلاقة. حكم المباراة يتدخل ويقول مخالفة لأبناء القصبة على مستوى وسط الميدان. تنفذ بسرعة، تصل لمن؟ عبد الرحمن حشود، الانطلاقة من الجهة اليمنى، إمكانية التمرير، إمكانية الكرة العرضية، يختار يعني التمرير ولكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. رمي التماس، نفذ الكرة عرضية، الدفاع يتدخل، ما زالت الكرة على مستوى وسط الميدان، والضغط مستمر منذ هدف اللاعب أمير سعيود، ولكن لا جديد يذكر على مستوى النتيجة، على مستوى الأهداف التي تغيب
من جانب عناصر نادي المولودية. كرة في الجهة اليسرى، أمير قراوي يرسل الكرة للاعب ليون ديانج، تصل سهلة لمن؟ لعبد الرحمن حشود، أو هذا اللاعب أيوب عزي يعيد الكرة للاعب اليو ديانج. التحضير من زيدان ميباراكو يبحث عن الجهة اليمنى الانطلاقة من عبد الرحمن حشود، ولكن مختار بن موسى يتدخل في اللقطة الماضية ويبعد الكرة. أمامنا على الصورة مختار بن موسى يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. تلعب الكرة دائما لنادي المولودية. إبراهيم أمادا يرسل كرة عرضية طويلة، والدفاع يتدخل من لاعب مختار بن موسى. حكم المباراة يقول مخالفة تسبب فيها اللاعب سفيان بن دبكة. شوف اللقطة الماضية، سفيان يرتكب الخطأ في حق اللاعب محمد بن خماسة، وبالتالي هي مخالفة لصالح ابناء المولودية. هل ينتهي الجولة، ينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد العاصمة؟ أولاد البهجة أبناء السوسطارة يصنعون الفرحة والبهجة بهدفي أسامة درفل وأمير السعيود. في المقابل البهجة والابتسامة غائبة عن عناصر نادي المولودية، وغائبة أيضا عن الجماهير الحاضرة هنا، والجماهير التي تتواجد خلف الشاشات الصغيرة في كل المناطق التي تتواجد فيها عشاق نادي المولودية في القصبة وفي بن عكنون وباب الوادي ودال إبراهيم وأبو زريعة وحي الشوفالي والصالومبي وشراكة. جماهير المولودية تنتظر عودة ناديها في هذه المباراة بهدف تقليص الفارق، ولما لا البحث عن مشروع هدف ثاني والعودة من التعادل بعد الخسارة أو التأخر بهدفي أسامة درفلو وأمير السعيود. لم يتبقى الكثير على نهاية الجولة الأولى. تصل الكرة دائما للدفاع زيدان ميباراكو، ولطفي بوكواسا يعلن عن نهاية الجولة الأولى بانتصار اتحاد العاصمة على مولودية الملايين على الشناوة بهدفي أسامة درفلو في الثواني الأولى من عمر المباراة، وهدف أمير السعيود من مجهود شخصي. لتنتهي بذلك الجولة الأولى بتعاسة برنارد كازوني وسعادة المدرب الجزائري ميلود حمدي، وبأجواء مشحونة بين اللاعب نادي المولودية وحكم المباراة لطفي بكواس، الذي أؤكد وأذكر بأنه هو من قاد مباراة الذهاب. أتمنى مشاهدينا الكرام أن تكونوا قد استمتعتم بالجولة الأولى، على أمل أن ألتقيكم بعد ربع ساعة من الآن. أما الآن فأنتقل بالصوت والصورة للزميل هيكل الشعري. هيكل، إليك وضيفي. شكرا نور. ربما يكون فيه أهداف من طرف أيضا من طرف المولودية. أعطيني نتيجة نهائية. ربما تكون 2-2. 2-2 كابتن حسين. 2 هدف للاتحاد. 2-1 للاتحاد العاصمة. إذا هذه التوقعات المحللين. مباشرة نور الدين إيت علي للتعليق على مجريات الشوط الثاني. نعود إن شاء الله بعد نهاية المباراة. نور الدين لك الخط. شكرا لك زميلي هيكل الشعري ولضيفيك الكريمين في الاستوديو التحليلي. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس الرياضيه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم واينما تواجدتم جميعا الى الملعب 5 جويلية، الملعب التاريخي، الملعب العاصمي، من اجل متابعه مجريات الجوله الثانيه بين فريقي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. لمن التحق بنا الآن، الجولة الأولى انتهت بهدفي للصفر لصالح أبناء السوسطارة، هدفي كل من أسامة درفلو في الثواني الأولى من عمر المباراة، وهدف أمير السعيود. مولودية الجزائر حاول في الدقائق الأخيرة من عمر الجولة الأولى العودة في نتيجة المباراة، تودعونا نقول في النصف ساعة الأخيرة، على اعتبار بأن الربع الساعة الأولى كلها كانت لاتحاد العاصمة، والثلثي الجولة الأولى كلها كانت للمولودية الذي بحث عن تقليص الفارق وكان قريب جدا في العديد من الفرص وفي العديد من الكرات، لكن الحارس محمد أمين سيماموتش تألق أمام المهاجمين نادي المولودية
خاصة هشام النقاش ووليد دراجة وسفيان بندبكة. على السريع أذكر مشاهدينا الكرام بتشكيلة الفريقين. على المولودية بالعناصر التالية: فوزي الشوشي في حراسة المرمى، بقية اللاعبين عبد الرحمن حشود، أيوب عسي، زيدان مبارك، وأمير قراوي، الماليا اليو تيانك، محمد السويبع، إبراهيم أماد اللاعب الملغاشي، وليد دراجة، هشام النقاش، سفيان بندبكة. في المقابل اتحاد العاصمة بالأسماء التالية: محمد أمين سيماموتش في حراسة المرمى، بقية اللاعبين أيوب عبد اللاوي، ربيع مفتاح، مختار بن موسى، فاروق الشافعي، حمزة كودري، محمد بن خماسة، رضا بن لحسن، رضا الجوج، أسامة درفلو، وأمير السعيود. إذن صافرة الجولة الثانية تنطلق الآن طبعا بقيادة قاضي القضاة لطفي بوكواس، الذي شهد طبعا احتجاج عليه من عناصر نادي المولودية مع نهاية الجولة الأولى، لكن الحكم حاضر وبقوة وصارم في كل قراراته. والإعادة التي كانت لهدف أسامة درفلو مع الثواني الأولى كان هدف صحيح 100%، وبالتالي لا داعي للاحتجاج من عناصر المولودية. تصل الكرة لدفاع نادي المولودية عن طريق اللاعب زيدان مبارك، واليو ديانج يحضر الكرة على مستوى دائما وسط الميدان. التوغل من مباركو على التمريرة، الكرة العرضية، ولكن الحارس سيماموتش يتدخل في اللقطة الماضية، وسط طبعا صافرات الاستهجان من جماهير نادي مولودية الجزائر، على الجماهير التي تمني الناس في أن تكون الجولة الثانية مغايرة عن سابقتها، ومن أجل أن يعود نادي المولودية في أجواء اللقاء ويقلص الفارق، ولما لا العودة بالتعادل. كرة دائما على مستوى وسط الميدان لصالح الاتحاد العاصمة. البحث عن التمريرة، حكم المباراة يتدخل ويقول هي مخالفة للمولودية، تنفذ بسرعة عن طريق اللاعب إبراهيم أمادا. إبراهيم تصل دائما على مستوى وسط الميدان لأبناء القصبة. التحضير من أيوب عزي، أيوب لأليو ديانج، إبراهيم أمادا، الملغاشي يبحث عن الحلول، يجد وليد دراجة، وليد لأليو ديانج، تصويبة، ولكن الكرة محادية لمرمى الحارس محمد أمين سيماموتش. سيماموتش الذي قدم جولة أولى أكثر من رائعة وتصدى لجل كرات مهاجمي نادي مولودية، نادي الام سي ابناء القصبه. ذكر مشاهدينا الكرام بان الاتحاد العاصمه تفوق ذهابا على المولوديه بهدفين للصفر في الجوله الثالثه، هدفي كل من مختار بن موسى من ضربه جزاء كان تسبب فيها رؤوف بن غيت في الدقيقه الرابعه والخمسين، وانبر على القائد مختار بن موسى بنجاح بعد خطا كان ارتكبه الملغاشي. حكم المساعد الأول أعلن عن تسلل في اللقطة على الماضية، وهشام النقاش استمر في الهجمة، وبالتالي حكم المباراة يتدخل وينذر شفهيا هشام النقاش على الفرصة الماضية. كان بإمكانه أن تأتي بالهدف الأول للمولودية لولا التواجد هشام النقاش في وضع التسلل. كنت تتحدث عن مباراة الذهاب والهدف الأول الذي سجله مختار بن موسى، فيما أسامة الدرفلو تمكن من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة في آخر دقائق المباراة، ليحسم بذلك اتحاد العاصمة الديربي الجزائري بهدفين للصفر، في انتظار طبعا هل سينتهي هذا الديربي، ديربي مرحلة الإياب سوسطاريا، أم أنه لأبناء القصبة أراء أخرى. حكم المباراة يتدخل ويقول مخالفة على مستوى وسط الميدان. اليو ديانج في التنفيذ، اللاعب زيدان مباركو، تصل الكرة على مستوى وسط الميدان، تعود للمالي، المالي يحضر الكرة، عبد الرحمن حشود من الجهة اليمنى أو أيوب عزي في اتجاه عبد الرحمن، لكن الكرة تضيع وتعود لعناصر اتحاد العاصمة. الفريق العاصمي الآن سيبحث من أجل اللعب بذكاء ودهاء كبيرين، ومن أجل أيضا
امتصاص حماس الغريم التقليدي نادي مولودية الجزائر الذي أكيد الضغط هو عنوانه في الجولة الثانية من أجل إسعاد الأنصار بهدف أول خاصة في الدقائق الأولى من عمر الجولة الثانية. تلعب الكرة دائما للمولودية، تدخل دفاع الاتحاد العاصمة على الإبعاد وتصل الكرة السهلة للفوزي فوزي الشوشي، متر فاصلة 94 سنتيمتر الحارس الذي كانت بداياته مع شبيبة القبائل. انطلق لنادي وفاق سطيف وعاد للمولودية منذ سنة 2011. فوزي يتواجد رفقة أبناء القصبة. هنا كرة عرضية، جول جول على كرة ضاعت في اللقطة الماضية لأبناء القصبة. القائمة والعارضة الأفقية تعاطفت مع عناصر اتحاد العاصمة، ربما الدفاع ما تدخل، هذه الإعادة والكرة الماضية والانفراد مع الحارس، الدفاع تدخل من على الخط، فاروق الشافعي يتدخل بطريقة انتحارية ويبعد الكرة. في الوهلة الثانية كان التحضير من هشام النقاش والتمويه من وليد درارجة ثم التصويب فاروق الشافعي. فاروق الشافعي يتدخل بطريقة انتحارية ويبعد الكرة من على الخط، وبالتالي الهدف الأول، هدف تقليص الفارق للمولودية يضيع. تصل الكرة على مستوى الجهة اليسرى، حكم المباراة يتدخل ويقول تسلل على المهاجم المغربي رضا الهجوج اللاعب القادم من الوداد، اللاعب الذي أكيد كان حاضر رفقة تشكيلة الوداد التي تفوقت على اتحاد العاصمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي. كرة دائما تصل على مستوى الجهة اليمنى لاتحاد العاصمة، الانطلاقة الصورة حاضرة، التمرير درفلو يتوغل، درفلو يتسبب في المخالفة، أسامة درفلو يتسبب في المخالفة في اللقطة على الماضية. أسامة درفلو الذي سجل أسرع أهداف الديربي مع بداية المباراة يرفع رصيده إلى 12 هدفا في الوصفة. في المقابل نجد هنا كرة خطيرة، كرة خطيرة جدا من عبد الرحمن حشود، يتفاعل مع عناصر نادي المولودية في الدكة وكذلك الجمهور الشناوة. شوف الكرة الماضية واللاعب عبد الرحمن حشود صوب الكرة، لكن محمد أمين سيماموش تدخل بطريقة رائعة. شوف التوغل والأكيد مجهود كبير من عبد الرحمن حشود من خلف هشام النقاش، توغل واستلم الكرة بالصدر وصوب بالخلف بتحت القدم، لكن محمد أمين سيماموتش يتدخل في اللقطة الماضية، يتدخل بطريقة جميلة جدا. هدف كان قريب جدا لأبناء القصبة في اللقطة الماضية، لكن البراد والارتمال أكثر من رائع والرياكشن أيضا من محمد أمين سيماموتش. رفيق صيفي يقدم التعليمات للبديل القادم بعد لحظات، والركنية من الجهة اليمنى عبد الرحمن حشود هو من سيكون في تنفيذ هذه الركنية. هل ستأتي بالخطورة؟ الجماهير الآن تصيح وتتغنى بأنغام وأزيج مولودية الجزائر، مولودية الملايين. هنا الركنية تنفذ من عبد الرحمن حشود الرأسية، ولكن الكرة محادية، حكم المباراة يقول ضربة مرمى، والاحتجاج مستمر. عناصر نادي مولودية الجزائر يطالبون بركلة جزاء في اللقطة الماضية، وبرنارد كازوني يصفق لحكم المباراة. طبعا التصفيق له الاتجاه آخر. شوف الإعادة الماضية والرأسية الحاضرة، لمسة اليد يبدو بأنها كانت حاضرة، كانت حاضرة على فاروق الشافعي. هنا التصويب والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل، والزحف الصيني يستمر في هذه اللحظات. الشناوة يبحثون عن الهدف الأول. شوف الكرة الماضية والرأسية التي أعادها فاروق الشافعي، والدفاع جول 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 جول، هدف تقليص الفارق للشناوة. المولودية يعودون من بعيد بجرينتا وروح قتالية.
جدا وبإصرار وقوة من أجل إسعاد هذه الجماهير. جماهير المولودية الآن تنتفض بهدف أكثر من رائع من راسية قبل أن يحدث التغيير، قبل أن يدخل اللاعب عبد الله المودن يسجل الهدف الأول للمولودية. وبتشعل المدرجات عبد الرحمن حشود في التنفيذ. شوف الكرة الماضية، التدخل من مختار بن موسى والراسية كانت حاضرة، كانت حاضرة من سفيان بن دبكة الذي يدك شباك الحارس محمد أمين سيماموتش. جاملا حول، جاملا سول، مولودية حياتنا رافيا رامور، مولودية حياتنا وأنا بها مسحور. وأي سحر للفريق الشناوي في هذه المباراة. يسعد الأنصار، أليو ديانج يغادر ويدخل اللاعب عبد الله المودن. هدف سيشعل الدير بلا محالة، هدف سيعيد المولودية في أجواء هذه المباراة. هدف في توقيت مناسب في الدقيقة 56، وبالتالي الآن السحف الصيني سيستمر من أجل مشروع هدف ثاني وتعديل الكفة والعودة في أجواء ومجريات هذه المباراة. أولي أولا من جماهير نادي المولودية. تصل الكرة زيدان مباركو، الكرة والتمريرة والانطلاقة من اللاعب إبراهيم. ماذا يحضر إبراهيم؟ ماذا فعلت يا إبراهيم؟ تغادر الكرة إلى خارج رقعة الميدان. حكم المباراة يقول هي ضربة مرمى، ضربة مرمى لاتحاد العاصمة. الأنصار حاضرون، عشاق اتحاد العاصمة، أولاد البهجة، من أجل استمرار البهجة واستمرار الفرحة واستمرار السعادة على محيا جماهير اتحاد العاصمة. يبدو بأننا سنتابع تغيير على أقرب. محمد بن يحيى تلعب الكرة على مستوى وسط الميدان، صراع الرؤوس، فهل سيحضر صراع الأقدام؟ قدم ثاني قد يأتي بهدف ثاني للمولودية، وبالتالي تعادل والعودة من بعيد. سيماموتش أو الحارس الشوشي لزيدان مباركو. الشوشي يحضر لأيوب عزي. أيوب التمريرة البينية لمن؟ للاعب عبد الله المودن. ما زالت الكرة في اتجاه زيدان مباركو. أولي أولا ومن أجل البحث عن الاستحواذ على الكرة واستفزاز الفريق الخصم كرويا أقول بين قوسين في هذه الدقائق من أجل إخراج النادي اتحاد العاصمة. ولكن اليد يمتلك عناصر أقوياء، يمتلك إمكانيات كبيرة من أجل تسجيل الهدف الثالث في لحظة. حكم المباراة يتدخل ويقول مخالفة. خروج رضا الجوج، رضا الجوج يدخل مكانه محمد بن يحيى. المغربي يخرج ويدخل الجزائري. رضا الجوج قدم جولة أولى لا بأس بها وكان عنصر فعال، كان وراء الأسيست الحاسم للاعب أسامة درفلو في الثواني الأولى من عمر هذه المباراة. مخالفة لصالح المولودية. عبد الرحمن حشود من سيكون في التنفيذ، تلعب الكرة عرضية والكرة دائما من الدفاع عن طريق ربيع مفتاح. ما زالت الكرة من الجهة اليسرى، لم تخرج بعد، لم تخرج بعد. إبراهيم مادا يحضر الكرة وربيع مفتاح على طريقة المدافعين الكبار يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. الضغط الآن والسيطرة من أبناء القصبة في انتظار هل ستترجم السيطرة باللغة العربية، اللغة التي يجيدها عناصر مولودية الجزائر، لغة الأهداف. تصل الكرة إبراهيم مادا، حكم المباراة يقول لا وجود لمخالفة. يستعيدها الملغاشي بسرعة. أمانة إبراهيم مادا مجهود كبير جدا للاعب على الملغاشي القادم من وفاق السطيف، واللاعب الذي لعب الاتحاد الحراش واتحاد الخروب وشبيبة القبائل. أربع مباريات مع منتخب مدغشقر، يخوض اليوم مباراته 17 مع المولودية منذ في هذا الموسم. سجل هدف ويبحث عن الهدف الثاني. مجهود كبير من إبراهيم مادا وإصابة أسامة الدرفلو أمامنا على الصورة. هداف الاتحاد العاصمة والثاني هدافي الرابطة. هنا إعادة الهدف الجميل، الهدف الأكثر من
رائع برأسية مركزة سفيان بن دبكة يسعد الأنصار، وصرخة الانتفاضة صرخة العودة في نتيجة المباراة وتقليص الفارق. صراع كبير جدا على مستوى الدوري هذا الموسم، شباب قسنطينة المتصدر ب 42 نقطة من 12 انتصارا وست تعادلات وثلاث هزائم. مولودية واران والآخر يخوض الصراع من أجل التتويج باللقب الدوري الجزائري بعشر انتصارات وثمان تعادلات وثلاث هزائم. مولودية الجزائر عشناوة في المركز الثالث ب 33 نقطة من 9 انتصارات وست تعادلات وخمس هزائم، واتحاد العاصمة خامسا ب 31 نقطة من 8 انتصارات وسبع تعادلات وخمس هزائم، وبالتالي الصراع كبير وكبير جدا في الدوري الجزائري. ربما اقول بان وفاق سطيف والاخر مرشح بال يعني تتويج لملا من المركز الثامن وصولا الى صداره الترتيب التي يتواجد فيها الفريق العميد شباب قسنطينة. والجماهير تنتظر في هذه اللحظات، تنتظر ان ياتي الهدف الثاني للمولوديه والثالث الاهداف لاتحاد العاصمه. رميه التماس مختار بن موسى في التنفيذ، تعود الكرة من سفيان بن دبكة دائما على مستوى وسط الميدان. حكم المباراة يتدخل ويقول الرمية الجانبية للصالح اليوسما سيكون في تنفيذ يا مختار بن موسى. تنفذ الكرة تصل دائما على مستوى وسط الميدان، تعود من إبراهيم ماطا في اتجاه من عبد الله المدن يعيدها للدفاع على البحث عن التمريرة، والمختار بن موسى يتدخل والصراع دائما مستمر على مستوى المنطقة الحساسة. حكم المباراة يتدخل ويقول مخالفة اللقطة الماضية، شوف الكرة الماضية، وطبعا الارتقاء من مهاجم نادي المولودية اللاعب سفيان بن دبكة والاشتراك مع مدافع اتحاد العاصمة. تصل الكرة وليد الدرارشة يبحث عن تدريج الكرة، يختار التمرير يعيدها لعبد الله المدن، عبد الله ابراهيم ماضى، وانتو جميل جدا من عبد الله، يحضر الكرة على مستوى الجهة اليسرى يراوغ، الدفاع يتدخل عن طريق اللاعب ربيع مفتاح، يبعد الكرة ويجد المفتاح الى خارج رقعة الميدان. مفتاح ربما سياتي عن طريق مفاتيح مهاجمي المولودية، وياتي الهدف الثاني، هدف التعديل من ركنية. تلعب الكرة عرضية، ما زالت الهجمة. عبد الرحمن حشود يحضر الكرة، فرصة للتصويب، عبد الله المدن يختار المراوغة، يحصل على مخالفة. لطفي بوكواسا قريب من الكرة في اللقطة الماضية يعلن عن مخالفة للصالح المولودية على مستوى وسط الميدان. صراع كبير جدا يشهد الديربي في النسخة السادسة والثمانين، والديربي الذي عودنا على الفرجة والمتعة الجماهيرية والفرجة الكروية أيضا على مستوى المستطيل الأخضر. مخالفة للصالح مولودية الجزائر، هل يأتي من خلالها الهدف الثاني، هدف تعديل الكفة، برنارد كازوني ورفيق صيفي، رفيق الذي يريد أن يسخر إمكانياته وأيضا التجربة الكبيرة التي يمتلكها هذا اللاعب لما كان يمارس رفقة المولودية في الدوري الجزائري، يريد أن يدفع بالمدرب برنارد كازوني من أجل إيجاد الثغرة، من أجل إيجاد الحلول وصيرة شباك الحارس محمد أمين سيماموتش بهدف ثاني نحقق، سيكون بعنوان الجولة الثانية للامسي لابناء القصبة. مخالفة الآن سيكون في تنفيذها صاحب الاختصاص عبد الرحمن حشود، هل ستأتي بالخطورة؟ حائطي صد لأول مرة، حائط من جانب المولودية وحائط خلفه من جانب اتحاد العاصمة. تلعب الكرة والسيماموتش يتدخل، عبد الرحمن حشود ينفذ الكرات بطريقة جميلة جدا، لكن يبدو بأن محمد سيماموتش يعرف تمام المعرفة، يعرف لأنه كان يلعب في المولودية، يعرف لأنه واجهه في أكثر من ديربي الاتحاد والمولودية. تصل الكرة
دائما لعناصر المولودية في الدفاع عن طريق عبد الله المود يقتر على التمرير ابراهيم ماضا. ابراهيم ماضا والسمع الى هذه الاصوات رغم انه نادي المولودية منازم بهدفين لهدف، الى انه الجماهير الجزائرية والجماهير ابناء القصبة يعني يحبون اللمسات الفنية، يحبون الاستعراضات في عالم كرة القدم، ولكن النجاح الهجومي هي الاهم والنتيجة هي الاهم في نهاية المطاف، خاصة وأن هذا الديربي هو ديربي مفصلي. انتصار اتحاد العاصمة معناه تجاوز مولودية الجزائر بنقطة، انتصار المولودية معناه تجاوز الاتحاد العاصمة بخمس نقاط، وبالتالي هو الصراع من أجل النجمة والحصول على اللقب الجزائري والصعود إلى البوديوم. ولو أن هنالك نادي يسمى شباب قسنطينة، النادي الذي يحصد الأخضر واليابس، النادي الذي يتصدر الدوري ب 42 نقطة من 12 انتصارا كأكثر الأندية انتصارا في الدوري، النادي القسنطيني الذي خسر في الجولة الماضية أمام المولودية الجزائر بثلاثية سويبع وبن دبكة وأماطا، النادي القسنطيني الذي انتصر يوم أمس يوم الجمعة على اتحاد بسكرة بهدف للصفر وخطف الصدارة، بل ثبت أقدامه على مستوى صدارة الترتيب، وبالتالي الفريق القسنطيني غير مستعد من أجل التخلي عن اللقب. اللهم إذا كان طبعا الركور متميز في باقي الجولات على مدار تسع جولات من جانب المولودية الوهرانية ومولودية العاصمة ونادي بارادو واتحاد العاصمة، تصل الكرة على مستوى وسط الميدان، إبراهيم ماتا يعيد الكرة للدفاع الأقرب إليها أيوب عزي، أيوب يرسل الكرة عبد الله المودن، واتو جميل جدا، التحضير في الجهة اليمنى للانطلاقة، فرصة للتمرير تمرر الكرة، فرصة خطيرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمولودية في هذه اللحظات، هل هذا هو الحكم الذي احتجتم عليه مع نهاية الجولة الأولى؟ الآن يؤدي ركلة جزاء لنادي المولودية في دقيقة حاسمة، في دقائق حساسة، في حدود الدقيقة 68، في انتظار الإعادة، وفي انتظار هل كانت هنالك ركلة جزاء؟ أمير قراوي تسبب فيها، شوف اللمس، شوف اللمس، شوف الدفع، شوف اللمس، شوف الدفع، شوف الاحتضان في اللقطة الماضية، دافع نادي اتحاد العاصمة وضع أمير القراوي في الحضن، وفريق فاروق الشافعي يسقط في المحظور ويتسبب في مخالفة ومن ضربة جزاء لصالح المولودية. الياتي هدف تعديل الكفة، إن عاد المولودية شابو، شابو لأبناء القصبة، روح وفدائية وكرينتا وثقة كبيرة جدا واستمرارية أيضا في الضغط، والضغط يولد الانفجار بلغة الفيزياء، هل سيولد الهدف الثاني بلغة كرة القدم، بلغة الساحرة المستديرة؟ هل ياتي الثاني لنادي المولودية؟ هل يتمكن عشناوة من معادلة الكفة وإعادة المباراة إلى نقطة الصفر، إلى ضربة البداية، إلى صافرة البداية من لطفي بوكواسا؟ فوزي الشوشي يتنفس السعادة، فهل ستتنفس جماهير المولودية السعادة؟ هناك من يضع يديه على رأسه، هناك من يختار سيلفي مع فرحة الجماهير، هناك من ينتظر، والأكيد أنه دقات القلوب تتسارع في هذه اللحظات في انتظار أن تدق شباك أمين سيماموتش، محمد أمين سيماموتش حارس الخبرة. هل يأتي الهدف الثاني من جانب المولودية في هذه اللحظات؟ كل شيء وارد، هدف ثاني معناه العودة في أجواء المباراة، العودة في أجواء هذا اللقاء. لطفي بوكواسا سيعطي الإشارة بعد لحظات، بعد أجزاء من الثانية من الآن. هل يأتي هدف التعادل للمولودية؟ فرصة، سيماموتش، جول، هدف من تسويبة قوية، ومعها يجري فوز الشاوشي وتفرح هذه الجماهير، أشناوة يصنعون العدل.
حاجب العشاب بهدف ثاني سقط معه المدرب برنارد كازونيلا. ليس برنارد ربما برنارد، المهم انه الجماهير تتساقط. وهدف ثاني في هذه اللحظات، رفيق صيفي يراقب، هدف ثاني من عبد الرحمن حشود، هدف جميل جدا. يعيد الفريق المولودية الى اجواء اللقاء وتشتعل معالي في ميشيل، تشتعل النيران، تشتعل الحريقة في مدرجات نادي المولودية. اي ريمونتادا واي عودة في هذه المباراة. شوف الكرة الماضية، براد من سيماموتش لم يشاهد القذفة الثانية، كيف له ان يشاهدها؟ وهي بقدم عبد الرحمن حشود، اضعتها اضعتها يا وليد راشا. واراك عبد الرحمن حشود كيف تسجل الاهداف، كيف تبصم على الاهداف، كيف تسعد جماهير المولودية وتسجل ثاني الاهداف في محمد في شباك الحارس محمد امين سيماموتش. الان المباراة عادت الى نقطة الصفر، هل يتمكن اتحاد العاصمة من العودة من جديد وتسجيل الهدف الثالث والانتصار والتقدم للمرة الثانية؟ أم أن لأبناء المولودية أرى أخرى من أجل تسجيل الهدف الثالث وتحقيق ريمونتادا إن حققت ستكون تاريخية من جانب أبناء القصبة. كرة دائما على مستوى المناطق الدفاعية، أيوب عسي، زيدان مباراكو، إبراهيم أمادا يحضر الكرة في الجهة اليسرى. ديربي مجنون، لهذا سميته ديربي الجمال وديربي الفنون على مستوى المدرجات، وأيضا ديربي الجنون على مستوى رقعة الميدان. تغادر الكرة إلى خارج رقعة الميدان، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ أربع أهداف بالتمام والكمال، وأسرع هدف في تاريخ الديربيات من أسامة ديرفلو، وعودة أي عودة من جانب أبناء المولودية. حكم المباراة الحكم المساعد مهدي الريموش يقول مخالفة لصالح اتحاد العاصمة، أكيد هو تعادل بطعم الانتصار، بطعم الانتصار من جانب عناصر نادي المولودية، والتعادل بطعم الهزيمة من جانب اتحاد العاصمة. لماذا أن تتقدم بهدفين ويعود الفريق الخصم؟ هذا معناه بأنه النتيجة ليست في مصلحتك، وبأن اتحاد العاصمة الآن عليه ضغط كبير جدا من أجل تسجيل الهدف الثالث. هنا الكرة وعناصر نادي اليوسما يطالبون بركلة جزاء في اللقطة الماضية. بوكواسا يقول لا وجود لمخالفة، تصل الكرة مرغاشي بروح قتالية كبيرة جدا، وكأنه ولد في الجزائر وكأنه من جنوب الجزائر. شوف الكرة الماضية كيف نفذت من ربيع مفتاح أو مختار بن موسى، وصلت إلى اللاعب فاروق الشافعي، تسبب في ركلة جزاء وبحث عن ركلة جزاء ثانية في هذه المباراة والأولى لاتحاد العاصمة. حكم المباراة يتدخل مرة أخرى ويقول مخالفة. مخالفة على مستوى الجهة اليمنى لصالح الاتحاد العاصمة. جنون في ديربي وجنون في الدوري ككل وجنون في الدوري الجزائري منذ انطلاقته على مدار 21 جولة، والجنون الكروي أكيد والجماهيري سيستمر على مدار الجولات التسعة القادمة في الدوري الجزائري. سأحكي لكم عن قصة حدثت قبل ثلاث مواسم من الآن، حدث لا أعتقد بأنه سبق وأن حدث في كل دوريات العالم، أو على الأقل الدوريات التي نعرفها سواء في أوروبا وإفريقيا وآسيا. قد تتساءلون ما هو هذا الحدث؟ الحدث هو أن الدوري آنذاك كان يشهد صراع كبير وكبير جدا بين كل الأندية، وكان مستوى كل الأندية 16 مستوى متقارب جدا، ما جعل الصراع على اللقب يحسم في آخر جولتين من الدوري لصالح بيانكونير الدوري الجزائري أو يوفي الرابطة الجزائرية. لكن ليس هذا هو الأمر المحير، الشيء الغريب الذي حدث في الدوري آنذاك هو أنه قبل أربع جولات كل الأندية كانت مرشحة للتتويج باللقب من ألفها إلى يائها، وفي نفس التوقيت كل الأندية أقول كانت مرشحة للنزول إلى قسم الدرجة الثانية، بمعنى أنه في الدوري آنذاك على مدار 26 جولة لم تتضح ملامح
الدوري، ولم تتضح الصورة بخصوص من سيتوج باللقب ومن سيغادر الدوري الجزائري. أن تكون متصدرا وأنت مهدد بالنزول فهذا أمر غير عادي البتة، وهذا أمر لا يمكن أن يحدث إلا في الدوري الجزائري، دوري الإمتاع والفنون والجنون أيضا، وإلا في مثل هذه المباريات، في مثل هذه الدربيات العاصمية الانطلاقة. أسامة درفلو من الجهة اليمنى يتوغل يبحث عن التمرير، والدفاع من جانب عناصر نادي المولودية يتدخل ويبعد الكرة. أسامة درفلو يمسك الكرة، معناه تواجد ثلاث مدافعين أو أربع مدافعين يعلمون بأنه هذا اللاعب لدغ شباكهم في الدواني الأولى من عمر الجولة الأولى، وأكيد المدرب برنارد كاسوني قدم التعليمات من أجل المراقبة، من أجل حضور أبراج المراقبة. اندفاع المولودية على هداف الاتحاد أسامة درفلو، هنا الكرة ولكن تصل سهلة لمحمد أمين سيماموش. أي صورة، أي صورة وأي إبداع تشتعل لفلام ولفي ميشيل، وكل شيء بإمكانه أن يقدم النور للمدرجات من جانب عناصر مولودية الجزائر. صورة وأي صورة، عجز عن رسمها دافينشي وكل الفنانون في كل العالم، ولكن أكيد لن يعجز جماهير المولودية من أجل رسمها على مدرجات ملعب 5 جويلية، الملعب الأسطوري والتاريخي. إبراهيم مات على مستوى وسط الميدان يرسل كرة، تمريرة بينية، الدفاع يتدخل من فاروق الشافعي، مازال الضغط، وتعود الآن لعناصر اتحاد العاصمة. أبناء سوستارا، تغيير اتجاه الكرة في الجهة اليسرى، مختار بن موسى. أي صورة في المدرج الجنوبي، شوف الكرة الماضية مازالت لصالح أبناء السوستارا. عاد توغل من اللاعب أيوب عبد اللاوي، والدفاع يتدخل عن طريق إبراهيم أمادا رقم 3 في مواجهة رقم 3، وليأتي الهدف الثالث في هذه المباراة. اللاعب عبد الله المدنى وأيوب عسي إلى جانب إبراهيم أمادا، كانوا صدا مانعا أمام الظهير الأيمن أيوب عبد اللاوي، ومخالفة من الجهة اليسرى لصالح اتحاد العاصمة، لصالح أبناء أسطارة، أبناء السوستارة. مختار بن موسى، من سيكون في التنفيذ صاحب الاختصاص؟ هل تأتي الفرحة الثالثة والباجة الثالثة لتسعد أولاد الباجة هنالك في المدرج الغربي، أم أن الدفاع سيتدخل ويبعد الكرة ويؤجل مشروع هدف ثالث؟ تلعب الكرة بعيدة، تصل سهلة لأمير قراوي، يرسل الكرة على مستوى وسط الميدان، الانطلاقة من وليد راجا، والصراع كبير جدا. وليد ضاع ضربة جزاء، لا 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 لم تضع. عبد الرحمن حشود سجل بقوة، حكم المباراة لطفي بوكواسا يقول مخالفة على مستوى وسط الميدان، مخالفة في حق اللاعب وليد عاد درارجا من جانب اللاعب رضا بالأحسن أمامنا على الصورة، اللاعب القادم من الدوري الفرنسي مع نادي سانت لويس الفرنسي هنالك في لاليغ دو. تصل الكرة دائما على مستوى وسط الميدان، مختار بن موسى يحضر كرة بينية في اتجاه درفلو، درفلو تمريرة جميلة جدا، الانطلاقة فرصة خطيرة، هل يأتي الهدف الثالث؟ والمساعد الأول أو المساعد الثاني مهدي الريموش يؤجل مشروع هدف ثالث لاتحاد العاصمة على بعد 10 دقائق و45 ثانية من نهاية هذا النزال، هذا الديربي، الديربي رقم 86. شوف الكرة الماضية والتمريرة، طبعا تقدم واضح من محمد بن خماسة، والمادي الريموش كان في المكان المناسب. تصل الكرة لدفاع المولودية، أيوب عزي، زيدان مباركو، أمير قراوي يحضر الكرة لمن؟ يعيدها لأيوب عزي، أيوب سيبحث عن الجهة اليمنى في اتجاه من؟ على أقرب إلي عبد الله المدن، عبد الله لأيوب، أيوب في اتجاه زيدان، مباركو لعبد الله، والبحث عن مشروع تسجيل هدف ثالث في هذه اللحظات من جانب المولودية، وتحقيق انتصار بعد التأخر بهدفي كل من أسامة درفلو
وأمير السعيود في الدقائق الأولى من عمر هذه المباراة ومن عمر الجولة الأولى. تصل الكرة دائما على مستوى وسط الميدان للمولودية، البحث عن الجهة اليسرى، البحث عن سفيان بن دبكة، المتابعة من وليد راشا، إمكانية تصويب، التصويب ولكن محمد أمين سيماموتش في المكان المناسب، محمد السويبع الذي أراد أن يكون أسدا في اللقطة الماضية، شوف الكرة عادت من الدفاع ثم صوب وسيماموتش في المكان المناسب، هدفين استقبلهما فوزي الشوشي في الجولة الأولى، وهدفين استقبلهما محمد أمين سيماموتش في الجولة الثانية. التكافؤ حاضر على مستوى حراسة المرمى من سيماموتش والشوشي، والقصة التي يعرفها الجميع بين هذين الحارسين، سيماموتش كان عنصر مهم وفعال في تأهل الخضر إلى مونديال 10 و2000، ولكن اللمسة الأخيرة كانت حاضرة من فوزي الشوشي في آخر المباريات التي كانت حاسمة ضد الفراعنة هنالك في أم درمان. لطفي بكواسة ينذر بالبطاقة الصفراء، الربيع مفتاح والاحتجاجات مستمرة من جانب عناصر اتحاد العاصمة. أن تكون قائدا للديربي كحكم وكقاضي القضاة تحتاج إلى شخصية وكاريزما، وتحتاج إلى دماء إنجليزية من أجل تسيير المباراة على مدار دقائقها التسعين، وتحتاج أيضا إلى تركيز كبير وكبير جدا. المسؤولية الملقاة على عاتق لطفي بوكواسا أكثر من المسؤولية الملقاة على مدربي الفريقين ميلود حمتي وبرنارد كازوني، وأكثر أيضا على المسؤولية الملقاة على لاعب الفريقين. بإمكان المهاجم أن يخطئ من هذا الفريق أو ذاك، ولكن إن جاء الخطأ من حكم المباراة من لطفي بوكواسا فأكيد سيكون هو السبب. جماهيريا أقول ولو أن الحكم يعني أن يخطئ في عالم الكرة القدم شيء وارد ووارد جدا، كما يخطئ حارس المرمى ويخطئ المدرب ويخطئ المهاجم، بإمكان حكم المباراة أن يخطئ، لكن أمانة لطفي بوكواسا حتى اللحظة يقود المباراة إلى بر الأمان. مخالفة للصالح المولودية من خارج منطقة الجزاء، سيماموتش يتحسس الخطر، حرارة الهدف الثالث ربما هي قادمة في شباك محمد أمين سيماموتش. لطفي بوكواسا يسعد من أجل إعطاء إشارة الانطلاقة، هل يأتي من خلال هذه المخالفة الهدف الثالث؟ تلعب كرة خطيرة والقائم، القائم يتصدى للكرة الماضية، من صوب؟ عبد الرحمن حشود، هو ومن غيره عبد الرحمن حشود، ولكن هل استمعتم إلى صوت القائم والعارضة؟ اجتمع القائم والعارضة من أجل صد كرة عبد الرحمن حشود، ومعها طبعا تزعزع استقرار شباك محمد أمين سيماموتش. لو سجل هذا الهدف الجميل، لو سجلت هذه الكرة المباشرة كان بإمكاننا أن نتابع هدف. لم يكن عبد الرحمن حشود، لم يكن عبد الرحمن حشود، اعتقدته، ولكن الذي يبدو بأنه كان وراء الكرة الماضية هو وليد دراجة، من تصويبة قوية وقوية جدا، ولكن القائم تصدى للكرة الماضية، مراقب المباراة يراقب والجمهور يراقب في انتظار طبعا الهدف الخامس في هذه المباراة، هدف التقدم، هل يكون سوستاريا أم أنه سيكون لأبناء القصبة؟ تصل الكرة على مستوى وسط الميدان دائما لصالح مولودية الجزائر، تضيع وتعود في اتجاه أسامة درفلو، والحكم يقول في اللقطة الماضية رمية التماس أسامة درفلو، ثانية هدافية الرابطة الجزائرية ب 11 هدفا خلف نجم الشباب قسنطينة لامين عبيد ب 13 هدفا، والمفاجأة هو أن لامين كان صاحب الهدف، هدف الانتصار، هدف خطف النقاط الثلاث للنادي القسنطيني أو الشباب قسنطينة من أمام نادي اتحاد بسكرة، وبالتالي عنصر مهم سيقود أقول بين قوسين، والنادي الأقرب للتتويج باللقب هو الشباب قسنطينة. مهدي ريموش يقول في اللقطة الماضية رمية التماس على مستوى الجهة اليمنى سيكون في تنفيذها
الربيع مفتاح، الربيع مفتاح، هل يكون هو المفتاح أم أن الأقفال والأبواب موصدة من جانب دفاعات نادي المولودية؟ تلعب الكرة على مستوى وسط الميدان، الانطلاقة تعود من عناصر اتحاد العاصمة، صراع كبير جدا. حكم المباراة يقول لا وجود لمخالفة، لا وجود لمخالفة، السويبع يطالب بمخالفة، والحكم صاحب القرار الأول والأخير. تصل الكرة أسامة درفلو يحضر الكرة، حكم المباراة ينصف ابناء القصبة ويقول مخالفة للصالح المولودية. المولودية الذي يواجه اليوم غريم التقليدي والأزلي نادي اتحاد العاصمة للمرة 86، 85 مواجهة على مدار التاريخ، شهدت أفضلية نسبية طفيفة للشناوة على حساب أبناء السوسطارة، منها 26 انتصارا للمولودية و25 فوزا للإيتي، 56 مواجهة من إجمالي عدد المواجهات للناديين. احتضن هذا الملعب في المقابل الملعب الأسطوري عمر حمادي، احتضن سالفا 25 مباراة إلى جانب 7 مباريات أجريت على استاد 20 غش هنا في العاصمة الجزائر. هل يأتي الهدف الثاني أو الهدف الثالث إن صح التعبير؟ حكم المباراة يقول ضربة مرمى أو الكرة لصالح محمد أمين سيماموتش، إرسال الكرة في اتجاه أسامة الدرفلو والكرة إلى خارج رقعة الميدان. شوف التمريرة من اللاعب عبد الرحمن حشود، التحضير، ولكن مواجه نادي المولودية لم يتعامل بالشكل الجيد وبالشكل المطلوب مع الكرة الماضية. أليتي مشاهدينا الكرام تمكن من زيارة شباك المولودية في 85 مناسبة، بالإضافة إلى هدفي هاتي لهم سيصبح العدد 87 أو 87 هدفا. في المقابل هناك تفوق طفيف على مستوى الحصة التهديفية من جانب نادي المولودية الذي سبق له أنصار شباك ليسمى في 71 مناسبة، واليوم يصل للمناسبة رقم 93. لكن الملاحظ هو أن المباريات عدير بعادة ما تشهد حضور الأهداف، ولعل أبرزها هنا الفوز المولودية بخمس أهداف مقابل هدف على اليوسما في موسم 49-50. كان قريب جدا عبد الرحمن حشود من أجل اللدغة الثالثة، من أجل تسجيل الهدف الثالث في الشباك سيماموتش. شوف الكرة العرضية والإبعاد الحاضر من أيوب عبد اللاوي، كرة مرت من عبد الرحمن من أمام عبد الرحمن حشود الذي اليوم يدخل بمقومات دفاعية وأيضا مقومات هجومية، دور كبير جدا للملغاشي. إبراهيم ماذا يحضر الكرة في اتجاه هشام النقاش، يستعيدها هشام من على الخط وتعود للعيتي عن طريق اللاعب محمد بن خماسة. حكم المباراة يقول مخالفة لصالح اتحاد العاصمة وجماهير المولودية، جماهير اليوسما وجماهير الامسية اليوم أمامنا على الصورة حاضرة وتشجع ناديها من أجل تسجيل الهدف الثالث والوصول إلى الانتصار العاشر في الدوري، والوصول إلى الأهم وهو رصيد النقاط، الوصول إلى النقطة 36. إذا ما تعادل المولودية اليوم أمام نادي اتحاد العاصمة سيكون التعادل 7 للإمسيا والتعادل 8 لاتحاد العاصمة. على مستوى الهزائم الناديين متعادلين متساويين متكافئين، وعلى مستوى التعادل على مستوى التعادلات المولودية بستة واتحاد العاصمة بسبع تعادلات، ولكن الانتصار المولودية حقق 9 انتصارات واتحاد العاصمة 8 انتصارات. كل الأرقام تشير إلى التكافؤ بين الناديين منذ بداية الدوري. هنا إعادة تصويبة اللاعب عبد الرحمن حشود في اللقطة الماضية، لكن الكرة تغادر إلى خارج رقعة الميدان. ضربة مرمى سيكون في تنفيذها محمد أمين سيماموتش، تصل الكرة إلى خارج رقعة الميدان، إلى خارج رقعة الميدان، رمية التماس من الجهة على اليمنى على المولودية الذي حقق انتصار قبل أيام، انتصار كبير جدا بتسع أهداف مقابل 0، يطمح من أجل البحث عن الهدف الثالث في هذه اللحظات. حكم المباراة يقول هي ركنية على المولودية الذي يشارك هذا
موسم في دوري أبطال إفريقيا أغلى الألقاب وأم القارات إلى جانب الممثل الثاني للكرة الجزائرية في دوري أبطال إفريقيا نادي وفاق سطيف. أشنا وحققوا كما ذكرت انتصارا كبيرا في الدورة التمهيدية على حساب نادي أوتو دويو الكونغولي بنتيجة أقل ما يمكن أن يقال عليها بأنها كاسحة، 9 أهداف مقابل لا شيء، تناوب على تسجيلها كل من وليد درارجة وهشام النقاش ومحمد السويبع وعبد الرحمن السعيود وأبو سفيان بالغ. هنا كرة والراسية حاضرة من الدفاع بدلا أن تحضر من الهجوم، يستمر الزحف، الزحف الشناوي، هنا كرة ولكن تصل لمحمد أمين سيماموتش. هشام النقاش يتسبب في المخالفة ونرفز من محمد أمين سيماموتش، لا داعي للنرفزة في هذه اللحظات، ربما تحصل على البطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء في وجه محمد أمين سيماموتش، يعني طالب ببطاقة صفراء في وجه هشام النقاش، ولكن حكم المباراة قاضي القضاة أعلن عن بطاقة صفراء في وجه الحارس محمد أمين سيماموتش الذي لم يكن ذكيا في اللقطة الماضية، لم يكن دائيا في اللقطة والصورة الماضية، وبالتالي ينذر بالبطاقة الصفراء في آخر دقيقة المباراة. حكم المباراة أكيد في حوار مع سيماموتش ومع هشام النقاش، كان بإمكان محمد أمين سيماموتش أن يتفادى الاحتجاج في اللقطة الماضية بالطاقة الصفراء، ممكن أن يكون لها ما لها في باقي الجولات. هنا إعادة الكرة الماضية من إبراهيم أمادة، وطبعا الاحتكاك من هشام النقاش، أعتقد بأنه احتكاك لم يكن متعمدا من هشام النقاش، الانزلاق والاحتكاك مع محمد أمين سيماموتش. وفي هذه اللحظات لطفي بوكواسا قائد الديربيات الوجه المألوف في ديربي ليويس ماوليمسيا يعلن عن نهاية الديربي رقم 86 بالتعادل الإيجابي، هدفين لهدفين، هدفي كل من أسامة درفل وأمير سعيود في الجولة الأولى، وهدف عبد الرحمن حشود الذي سجل هدف أكثر من رائع في اللحظات الأخيرة وبالضبط في الدقيقة 58، وبالتالي المولودية يعود من بعيد ويعادل الكفة أمام اتحاد العاصمة على يد إلى النقطة 32 والمولودية إلى النقطة 34، ويستمر الضغط، وبالتالي التكافؤ كان حاضر في الدوري وفي هذه المباراة ككل، والجماهير أكيد ستعود سعيدة خاصة جماهير المولودية. لماذا؟ لماذا؟ لأن أبناء القصبة عادوا من بعيد وعادلوا الكفة، فوزي الشوشي، تبادل الأقمصة، الروح الرياضية والفير بلاي حاضرة في الديربي الجزائري الذي عودنا على مثل هذه الأجواء. أتمنى مشاهدينا الكرام أن تكونوا قد استمتعتم معنا طيلة مجريات هذه المباراة، كان معكم المعلق نور الدين أيتالي، على أمل أن ألتقيكم في أقرب المواعيد. الجماهير ستعود إلى الديار وأنا سأعود إلى من حيث أتيت، والكلمة ستعود للزميل هيكل الشعري. هيكل إليك. داكور، خلي دقيقة نجيب معايا واحد مرة. أوكي أوكي. شكرا جزيلا نور الدين ايتعلي. اذا نهايه المباراه عن تيشه التعادل الايجابي، هدفين مقابل هدفين بين فريق المولديه وفريق ليو اسماء. صراحه المولديه لم يكن يستحق الهزيمه في هذه المباراه، واستحق العوده في المباراه، واستحق على اقل شيء نتيجه التعادل 2-2. ونهني طبيعي جدا كابتن صالح الصاد الذي توقع النتيجه الصحيحه في هذه المباراه. نذكر بالاهداف، الهدف الاول كان منذ الدقيقه الاولى تقريبا 24 ثانيه، درفلو يفتح النتيجه، ثم اللاعب بودربيل سيتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19، 2-0 لمصلحة ليو اسماء. ولكن في الشوط الثاني تقريبا من دقيقة 20 ضغط متواصل لفريق المولدية. في مرحلة أولى بندبكة يذلل النتيجة في الدقيقة 56، ثم في الدقيقة 70 ضربة جزاء يتصدى في مرحلة أولى زماموش، وفي مرحلة ثانية حشود يعدل النتيجة 2-2. وفرحة كبيرة كانت للحارس فوزي شاوشي، 2-2 هي النتيجة النهائية لهذه المباراة. وكابتن صالح الصاد هنيتك بالتوقع الصحيح.